ايوه بسم الله اهو بس الرحمن كده الرحيم. حلو. دكتور محمود حماد ميسود فور اوبتين ذا فورم بودي فروم ذا انيمال ويزاوت سيرجري للحصول على الاجسام المعدنيه بدون جراحه. واحنا اتكلمنا عن تركيب الجهاز، هنبتدي ننفذ عملي معاكم. روح صح الصوت. نبتدي نطلع لسان. هوديه. نحط الجهاز. هوديه. بلعة الجهاز. بلعت الجهاز. شايف الجهاز وعملته؟ بننزل الجهاز. يبقى دي دكتور محمود حماد مسود، واحنا شرحنا تركيب الجهاز ده. هو طبعا كشفنا على الحيوان ده بالميتال ديتكتور، عطانا ان في فورم بودي جوه. يبقى هنطلع ان شاء الله. هو بس السهل هذا. ودي الحلقة اللي قلنا عليها، صور لي دي الحلقة اللي قلنا بنحطها حوالين القرون. ما هو عارف قرون ما يجرب. يا رب انت كبير راعي العباد. البقرة ما تبكي بقى. تعلم شايف شايف الجهاز بينزل. بس كده خلاص. عاوزين نربطها من على راسها لفوق. حلو حلو اربطها عادي. طبعا بلعت البقرة، بلعت الجهاز. تمام، هنسيبه زي ما قلنا من نص ساعة لساعة، وهنطلع الجهاز. تمام. احنا كمل الجهاز داخل الحيوان نص ساعة وهنطلع ان شاء الله. انت عشان نطلع الجهاز من فوق. تعلم مني يا شحات. هنطلع الجهاز واحدة واحدة. شوف
شايفين الرومن الجوز طالع والحاجات اللي هي بيجي عندي فتحه الكرش ويقف متشدش ده متشدش حاجه بنروح رخين ونروح مطلعين وين خرب متعور فيه ها متعور فيه ده الله تعالى كده هنشوف جايب ايه صور هيك مفتاح صوره صور هو بس صور جاز وعم يطلع مسمار حط لك من عندك مسمار وطبعا شويه براده وكده صور الحاجات وخليهم على ايدك وصورهم دي طريقه دكتور محمود حماد مسد صورتهم يعني ايوه صورني دي طريقه دكتور محمود حماد مسد وبقول لكم ان هي حلوه وما لهاش اي اضرار وتمام ومية مية وشكرا شكرا واقف في خلاص.